عدم الكشف المبكر عن سرطان الثدي يعود إلى اعتقاد شائع لدى أغلب السيدات بأن عدم ظهور الأعراض يعني عدم وجود المرض، ما يستدعي تنظيم حملات توعوية وتحسيسية والعينة من ذراع بنخدة. مركز مكافحة السرطان فتح أبوابه لجميع النساء ومن مختلف الأعمار للكشف المبكر عن سرطان الثدي الذي يعد الأكثر شيوعاً لدى النساء. عاوننا بالشي اللي نقدروا عليه في هذه الحملة، حملة تاع لوكتوبر غوز، اي بيان سور اون سبونسوريزي افيك دو ماتيريال اي كلكو تروك بور ايدي لو بيرسونيل تاع لو سونتر pour faire cette hamla تاع l'octobre rose. Atwaliad tilawinoku sented parce qu'elles sont conscientes de cette maladie qui ravage les femmes. Enharb illa tsawil illa tsawil tura. الحملة المجانية هاته تزامنت وفعاليات الشهر العالمي للتوعية بضرورة الفحص المبكر لسرطان الثدي الذي يقام كل سنة بهدف تخفيف عبء المرض.